مرحبا بحضراتكم مرة تانية في برنامج الحصاد، ولكن معايا خبر سعيد لكل المصريين، بقول لهم ألف مبروك. فعلا حققنا إنجاز جديد. هشام رامز أعلن منذ لحظات إغلاق الاكتتاب لشهادات القناة والحصيلة 16 مليار جنيه. يعني المصريين كلهم 60 مليار جنيه، المصريين كلهم وقفوا ورا المشروع ده كله، المصريين كلهم بيجتهدوا لبناء مصر، واقفين ورا هذا الملف العظيم اللي كان حبيس للأدراج منذ سنوات طويلة. عايزين إن شاء الله من نصر لنصر. التوقعات والمأمول من شهادات الاكتتاب أعتقد إن هي أذهلت كل المتابعين لسوق المال. هناك سرعة شديدة للتجاوب من المصريين، هناك سباق مع الزمن من كل مصري علشان يروح ويقدم في هذا المشروع ويستثمر، إذا كان عاوز يقف جنب مصر، إذا كانت ثقة في الحكومة، إذا كانت دعم للحكومة. الأهداف كتير ومتعددة، ولكن الهدف كله كان بينصب في مصلحة مصر في بناء هذا الوطن الغالي. بنتكلم عن مشروع قومي، مشروع يضاعف من دخل قناة السويس ويحقق نوع من الطفرة في الاقتصاد المصري. إن شاء الله بنتمنى أن يكون هناك العديد من المشاريع ومن الملفات الهامة بالنسبة لاقتصاد مصر، ودعما لهذه الإمكانيات الرائعة من القيادة المصرية. معايا الأستاذ محسن عادل، خبير اقتصادي ومالي. برحب بحضرتك في برنامج الحصاد يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. هل الواقع اللي حصل دلوقتي بالنسبة لشهادات القناة والحصيلة اللي حصلت تخطت كل الأمال والطموحات بالنسبة للمتابعين لهذا المشروع والعاملين في مجال الاقتصاد والمال؟ بالتأكيد احنا كنا متوقعين تغطية الاكتتاب خلال شهر، ولكن في 8 أيام عمل فقط تم تغطية الاكتتاب بالكامل وإغلاق باب الاكتتاب اليوم حسب ما ذكر في عبر وسائل الإعلام. اتصور ان المشاركه الشعبيه كانت رساله قويه جدا بان الشعب المصري قادر وقابل دائما على ان هو يمول مشروعاته، انه يمتلك الامكانيات والقدره الاقتصاديه انه يمول كل المشروعات التمويليه الكبرى بهذا الشكل، ان الدوله بالفعل بتحظى الان بدعم قيادي كبير من جانب جموع الشعب المصري، ان الوطنيه الاقتصاديه التي بذغت بشكل قوي خلال الفتره الاخيره هي بالتاكيد تعبير قوي عن هذا الموضوع. انا اتصور ان يمكن القول يعني صراحه بان ما حدث في هذا الكتاب هو بمثابه استفتاء اخر على ثقه الشعب المصري في قدراته الاقتصاديه في هذا التوقيت، وهو امر اتصوره انه كان من الامور التي تؤكد على قدره مصر على اعاده بناء اقتصادها خلال الفتره اللي جايه، وهذا امر بالتاكيد بيشجع كثيرا الدوله على انها تطرح مشروعات اخرى باشكال تمويليه مختلفه، سواء بقى عن طريق اسهم او سندات او صكوك تمويل او ما غير ذلك. الامور بالتاكيد بتشير خلال الفتره الحاليه على ان مصر تمتلك القدره الحقيقيه على اعاده صياغه الدور الاقتصادي الذي يلعبه التمويل الشعبي في تمويل المشروعات القوميه الكبرى خلال الفتره القادمه باذن الله. تاثير هذه الاخبار على المناخ الاقتصادي عموما والاستثماري في مصر في هذه المرحله؟ يكفي ان اقول لحضرتك ان معظم بيوت الخبرة الدولية اصيبت بدهشة شديدة عن قدرة مصر على هذا التمويل، والجميع كان بيراهن على عدم قدرة الدولة على جمع هذا المبلغ وانها كانت تلجأ للقروض. حتى البنك المركزي ذاته في البيان الاول الذي اعلن فيه عن طرح هذه الشهادات كان بيتحدث عن ان باقي المبالغ يمكن تمويلها من خلال قروض بنكية، لكن اليوم الجميع بينظر بشكل واقعي على ان مصر تمتلك من السيولة، من الارادة الشعبية، من القدرات على التمويل، من ادوات التمويل، من الوسائل التي يمكن من خلالها بناء الاقتصاد المصري، وهو امر اتصوره انه كان امر يعني خارج التوقعات حتى الدوليه. صح. النهارده التغطيه في اليوم الثامن اثارت يعني معظم بيوت الخبره لدرجه ان الخبر تصدر حتى هذه اللحظه كل الدوريات الاقتصاديه التي صدرت خلال الساعات الاربعه الاخيره، وكان الجميع بينظر باندهاش ان مصر استطاعت جمع 8 مليار دولار بما يعادل 60 مليار جنيه مصري خلال 8 أيام فقط. والنهارده كان 11 مليار جنيه فقط كمان في يوم واحد. بالتأكيد اليوم هو الأعلى يوم في الأيام جميعا، وأتصور أن الدولة إذا كانت يعني فتحت الاكتتاب لفترة أطول يمكن كنا تجاوزنا 100 مليار قبل نهاية هذا الأسبوع. فعلا. أستاذ محسن عادل خبير اقتصادي ومالي، بشكر حضرتك على هذه المداخلة، ومهما